من أول جائحة كورونا وإحنا تقريبا على طول يوميا بنطلع نقول للناس أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية وأهمية إن هو يبتعد عن الزحمة وإن هو لازم يغسل إيده باستمرار حفاظا على سلامته وعلى صحته. ممكن بعض الناس بقى عندها فوبيا الجراثيم، فوبيا الجراثيم كل شوية تروح تغسل ايديها خوفا من انه يعني يكون في اي متعلقات من الجراثيم او كورونا فيتصابوا بيها. عندنا دراسه حديثه بتقول انه ما يقرب من نصف الامريكيين حاسين انه بغض النظر عن عدد المرات اللي بيغسلوا فيها ايديهم لا يكفي خلال طبعا جائحه فيروس كورونا. وجد الباحثون انه الاجراءات الوقائيه كمان بتقل مع دخول العام الثاني من الوباء، على الرغم من انه 90% من المستجيبين قالوا ان هم على درايه بتوجيهات مراكز السيطره على الامراض بشان غسل اليدين لمده 20 ثانيه، اقر 41% ان هم حاسين بالخوف، ويصف 42% ان هم يعني اتصابوا بفوبيا الجراثيم بسبب الوباء. دكتور نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه. صباح الخير يا دكتور. قولي يا عمر. هو برافو عليكم طبعا ان انتم مطلعين وبتقروا الابحاث، بس انا هقول لحضرتك فوبيا او الوسواس القهري اللي بيبقى نتيجه لان مثلا ممكن الواحد يتوضى ويفضل يتوضى، يغسل ايديه ويفضل يغسل ايديه، دي موجوده. هي الفكره ان احنا بنعمل كل متعلقات الكورونا بتهز الميديا كلها، بس ده موجود مرض نفسي، فهو ان احنا لو ان لقينا ان الموضوع بيزيد معانا عن الحد الطبيعي، بمعنى ان انا ببتدي اغسل ايديا وابتدي اللي حواليا بيلاحظوا ان انا مش طبيعي، لا تلجا لطبيب نفسي في حاله زي كده، هو وصل لحاله نفسيه تحتاج طبيب نفسي. من الناحيه العلميه بقى يا دكتور، هل غسل اليدين باستمرار باستمرار، يعني احنا هنا مش بنتكلم عن كل مثلا نص ساعه، بنتكلم عن كل شويه، الناس اللي كل شويه تدخل تغسل ايديها، هل ليه اضرار معينه بيقتل البكتيريا النافعه مثلا؟ وفي نفس الوقت نفس الكلام ينطبق على الكحول باستمرار، ده ليه اضرار؟ انا مش موافقه على الكحول باستمرار، لكن ممكن نستعمل الصابون باستمرار، ما فيش مشكله. الكحول باستمرار بدات الناس تصلحها حساسيه جامده ودي هتنشف شويه. بالظبط. وهو اصلا يعني من بدايه الدراسات على الكورونا قال ان الصابون هو المؤثر اكتر من الكحول، هو اللي بيقتله الدهون اللي يعني بتموت الطبقه الموجوده عليه، او يعني يعني تعتبر بتضعف الطبقه الخارجيه للفيروس، وطالما الفيروس ما دخلش الجسم فان هو كده بيبقى خلاص مش يعني احنا محميين منه. فانا بفضل الصابون طبعا عن الكلور والصابون العادي. ولو في حد بدا يحصل له حساسيه ممكن نستعمل حاجه اسمها صابون جليسرين، ده كان زمان اجدادنا بيستخدموه ولكنه من احسن الحاجات موجوده في الصيدليات دلوقتي. اللي لونه اخضر تقريبا ولا انا الحقيقه ما اعرفش لونه ايه، بس في منه هو كان بيبقى لون زي العسل، عارف حاجه زي العسل اسود كده. ده قديم، ده موجود ده في الصيدليات القديمه. او ايا كان، لا بص حضرتك ممكن يكون تحت شكل مسمى، اي مسمى او شركه عملته ايا كان اسمه صابون، عشان بس ما ينشفش الايد. بالظبط، ما ينشفش الايد، وهو صابون وتشيلي منه قطع صغنطوطه جدا معاكي في شنطتك، وكل واحد يشيل كده، مفيش اي مشكله. الدراسة كمان بتقول انه رغم ان الناس عارفة خطورة فيروس كورونا وان هم لازم يغسلوا ايديهم باستمرار، ولكن بعض الناس زهقت، بعض الناس يعني ما بقتش تهتم بغسل اليدين او اتخاذ الاجراءات الوقائية، فاحنا هنا موجودين علشان خاطر نفكرهم، يعني نفكرهم ان احنا في كورونا وما تزهقوش ولازم نحافظ على نفسنا، وحتى لو في لقاح او لسه يعني المواطنين كلهم ما خدوش اللقاح، ولكن لازم النظافة الشخصية. حقيقي انا بعد اللي حضرتك كانت لقاح الجرعة الاولى الاسترازينيكا، ما بعملش اعلان لحاجة وما بشتغلش مع اي شركة، انا خدتها كطبيب لان طبعا كان الاطباء ودلوقتي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، خدتها وقت ما كان الاطباء نزل لهم التطعيم، واول ما نزل عايزه اقول لحضرتك خدته. هو يعني انا هقول للناس كلها بيحصل شويه اعراض، وجع بسيط في مكان الحقن، بيحصل شويه رعشه، في حراره لمده 48 ساعه، شويه لمده 48 ساعه، المهم ما نبذلش مجهود، هناخد قبلها اقراص الباراسيتامول وليس اعلان، برضو ماده الباراسيتامول نفسها قبل ما اخد التطعيم، بعد التطعيم ب 48 ساعه بس تريح في البيت. بالنسبه يعني هو يعني من الحاجات الكويسه جدا اللي انا كنت يعني شايفه انه بيتعمل عليها حرب، لان سعره رخيص،
بالنسبه للحاجات التانية. لو شايف ان انت قادر تحمي نفسك كفايه من الكورونا خلاص يا سيدي مفيش مشكله. اهم حاجه هنقول ارجوكوا الاماكن المفتوحه، بلاش الاماكن المغلقه، بلاش الاماكن المغلقه، وراعي التباعد، يعني لبس ولبس الماسك صح. لو انت مش قادر تلبس الماسك صح خليك في مكان مفتوح وابعد عن الناس. ابعد عن الاماكن المزدحمه. ابعد عن الاماكن المزدحمه، اغسل ايدك باستمرار، الكحول برضو لازم يبقى دايما في ايدك. احنا بنفكرهم يعني لان في تقريبا ناس نسيت ان في كورونا، فاحنا بنفكرهم ان لسه كورونا موجوده فلازم نخلي بالنا. كنت مع احد الصحفيين بيقول لي ليه يا دكتوره بيسموا موجه اولى وموجه ثانيه وموجه ثالثه، احنا داخلين على موجه ثالثه يعني ده احنا بيقال ان احنا موجه ثالثه دلوقتي. انا شايفه انها تسميات ليه؟ عشان اب اند داون يعني فاهمه حضرتك، كل شويه الحالات بتقل وبعد فجاه تزيد، فجاه بتقل تزيد، فبيعملها كانها موجه. قلت له ده مرتبط ارتباط شخصي بالناس، مجرد ما الناس بتخاف بتبتدي الحالات تقل، يبتدي خوفهم، يشوفوا الحالات قلت يقل خوفهم وهكذا للاسف الشديد. انا بشكرك يا دكتور نهله، دكتور نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه، شكرا ليكي.